بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 35. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. في الحلقات السابقة حصل الكلام في تفسير الآيات من قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب، إلى قوله: فلن تجد له سبيلا. أربع الآيات. والآن وقد فرغنا من الكلام على هذه الآيات الكريمات على ضوء ما جاء في التفسير، نريد أن نتبين ما فيها من أحكام وعظات وعبر. فيؤخذ من هذه الآيات أولا أن كتاب الله منزل غير مخلوق. قد نزل عليكم في الكتاب، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم العزيز العليم، فهو منزل من عند الله، تكلم الله به حقيقة كما يليق بجلاله، وسمعه جبريل من الله بإذنه، وبلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وتناقلته الأمة جيلا بعد جيل، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالقرآن منزل وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية وأفراخ اليهود تلاميذ اليهود الذين يقولون إن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات، تعالى الله عما يقولون. ويؤخذ من هذه الآيات النهي عن الجلوس في المجالس التي فيها سخرية بالدين، وما أكثرها في زماننا هذا، سخرية بالدين والقرآن والسنة وبالمؤمنين. فإن المسلم يتجنب هذه المجالس أن يغشاها أو يجلس فيها، لئلا يصيبه ما أصابهم من الكفر والإلحاد والنفاق، ويصيبه الإثم والغضب من الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما يدور في الفضائيات الهابطة اليوم التي ابتلي بها المسلمون، الفضائيات التي تبث الشر والسموم والكفر والإلحاد والتشكيك في الدين والنيل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنيل من الأئمة المسلمين من أجل أن يفسدوا على المسلمين دينهم من خلال هذه الفضائيات. فالذي يجلبها إلى بيته وينظر إليها ويفتحها أمام أهل بيته ونسائه وأطفاله يكون مثل الذين يجلسون مع الذين يستهزئون بآيات الله ويسخرون منها. فعلى المسلم أن يحذر من هذا. ويؤخذ من هذه الآيات أن الجالس مع الذين يستهزئون بآيات الله يكون مثلهم في الحكم والجزاء. قال تعالى: إنكم إذا مثلهم، أي إن قعدتم معهم تكونون مثلهم، فحكمكم حكمهم، وكذلك يكون جزاؤكم جزاءهم يوم القيامة مثل جزائهم يوم القيامة. إن الله جامع الكافرين والمنافقين، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فكما يجتمعون في الدنيا على سخط الله والسخرية والاستهزاء بآياته، يجمعهم الله في النار يوم القيامة. فعلينا أن نحذر من هذه المجالس
وهذه الفضائيات الخبيثة لا ننظر إليها ولا نفتح مجالها في بيوتنا وعلى ذرياتنا وأولادنا. ويؤخذ من هذه الآيات أن الذي يجلس مع المستهزئين بكتاب الله يكون ولا ينكر عليهم يكون منافقا، يكون منافقا بمعنى أنه يفسد الإيمان في قلبه. يكون في الأول مؤمنا لكن إذا جلس معهم وجالسهم ودانسهم فإن الله ينزع الإيمان من قلبه، وإن تظاهر به ظاهرا فإنه يتحول من مؤمن إلى منافق، نسأل الله العافية. وهذا خطر عظيم. ويؤخذ من هذه الآيات أنه في يوم القيامة ينعزل المنافقون عن المؤمنين الذين كانوا معهم في الدنيا، ويكونون مع الكافرين في النار، كانوا يعيشون مع المسلمين ويتظاهرون بالإسلام ويعاملون معاملة المسلمين، ولكن هذه الخلطة وهذا الخداع سيزول يوم القيامة، فيحوزهم الله مع الكفار، مع أنهم في الدنيا يتظاهرون بالإسلام يصيرون في الآخرة مع الكفار معاملة لهم بما في قلوبهم وما في عقائدهم، ويزول التظاهر في الدنيا والخداع في الدنيا. ويؤخذ من هذه الآيات أن العبرة بما في القلوب لا بالمظاهر، فالمنافقون يتظاهرون بالإسلام والإيمان والخير، ولكن هذا لا يلتفت إليه ما دامت قلوبهم مخالفة لما أظهروه، فلا يلتفت إلى مظاهرهم. ولهذا قال جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. فهم كاذبون في شهادتهم. وقال فيهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم فصاحة وبلاغة وتشدق وتظاهر ومدح للإسلام والمسلمين، لكن في قلوبهم الكفر والنفاق الذي يكنونه. فلا عبرة بالمظاهر. ويؤخذ من هذا أيضا فائدة عظيمة، أن الإيمان ليس هو باللسان فقط أو بالمظهر، وإنما الإيمان كما عرفه أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال أو صدقه العمل، هذا هو الإيمان الصحيح. ويؤخذ من هذه الآيات بيان صفات المنافقين من المخادعة لله وللمؤمنين في الدين، وأنهم لا يحبون الصلاة ولا يقومون إليها إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهم هذه صفاتهم مع الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أنهم لا يرغبون فيها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فوصف المتخلفين عن صلاة الجماعة في المساجد بالنفاق، نسأل الله العافية. فأين الذين يقولون إن صلاة الجماعة غير واجبة؟
لو كانت غير واجبة لما وصفهم الله بالنفاق وتهددهم بالوعيد. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.